اهلا بيكم يا شباب. الفرقه الثالثه قسم المحاسبه. اتكلمنا اللكتشر اللي فاتت عن الميثود للالوكيشن فور الجوينت كوست. هنتكلم النهارده عن طريقه او ميثود رابعه اسمها كونستنت جروس بروفيت مارجن ميثود، تمام؟ علشان يبقى الشابتر كده اتقفل معايا. بس المحاضرة دي انا هحل فيها كل الطرق، فنريفيو ايه مع بعض. طبعا احنا محتاجين نفهم، يعني نبقى فاهمين علشان نبقى عارفين السيكونس ماشي ازاي، تمام؟ طيب بيقول لي farmers diary purchase raw milk from individual farm and process it into until the split off point when two products as cream and liquid skim emerge. These two products are sold to an independent company which markets and distribute them to the supermarket and retail. تمام؟ The farmer diary processed 110,000 gallons of raw milk. During the processing, 10,000 gallons are almost due to evaporation and spillage. يبقى ده ايه؟ ويت بس ملوش سعر، يعني ما اقدرش اعتمده باي برودكت، تمام؟ المهم هطلع 25,000 جالون اوف كريم and 75,000 جالون اوف ليكويد سكين، ومديني جوينت كوست 400,000 والبرودكشن والسيلز والاندنج انفنتوري. طبعا مش كل اللي انتجناه بعناه، وده السيلنج ايه برايس. حلو الكلام. فقسمنا الالوكيشن بالشكل ده، جوينت كوست هنا الكريم وهنا الليكويد سكيم. ده انتجنا 25,000 وبعنا 20 والسيلنج برايس 8. ده انتجنا 75 سيلنج برايس 4 وبعنا 30,000. حلو الكلام. يبقى مش كل اللي انتجناه بعناه. عايز اعمل allocation للكوست according to الphysical output، يبقى هاجي اعمل ايه؟ ده الكريم وده الليكويد سكيم. الphysical output 25,000 75,000 total 100. الويت يبقى 25% 75% سوري 75%. الالوكيشن للجوينت كوست هي 400,000، يبقى ده هياخد 100,000، ده 300. ضربنا ال 400,000 ب 25 و 75، يبقى ده الالوكيشن يوزنج الفيزيكال ايه؟ اوتبوت رايز جوينت كوست الوكيشن. طيب لو كان طلب مني انكم ستيتمنت، يبقى ايم ريكوايرد ان انا اجيب الكوست بير ايه؟ بير يونت، تمام؟ عشان اعمل انكم ستيتمنت. طيب هنا بيشرح، خلاص احنا فهمنا الشرح، وزعنا الكوست. هقسم ال 100,000 على عشان اجيب الكوست بير يونت على 25,000 جالون اللي انتجناهم، وهنقسم ال 300,000 على 75، فطلعت كوست بير يونت 4 و4. لو انا عايز اعمل انكم ستيتمنت، يبقى سيلز ريفينيو ماينس الكوست اوف جود سولد. خلي بالكم من حاجه، ان مش كل اللي انتجناه بعناه، عشان كده انا جبت تكلفه الكوست بير يونت اللي هي ايه؟ ال 4 دولار وال 4 دولار. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل income statement عادي، sales revenue اللي هو ال all units sold multiply selling price، طلع 160 120 minus the cost of goods sold. ليه cost of goods sold مع 100 و300؟ لا، ال 100 و300 دي represent ايه؟ دي represent تكلفة all ال production اللي هو كام؟ اللي هو 25,000 units، وده all ال production اللي هو 75. انا ما بعتش دول، انا بعت بس من هنا 20 وبعت من هنا 30، يبقى في ending inventory، صح؟ يبقى مش not all units produced are ايه؟ are sold. فعشان كده جبت cost per ايه؟ per unit. طلع ممكن احط total production cost واشيل ال cost بتاعت ال ending، او على طول احسبها direct
اللي هي الكوست اوف جود سولد على طول، اللي هم ال 20,000 ملتبلاي 4، وال كام هنا بقت ال 30,000، 30,000 ملتبلاي 4 يبقى هنا 120,000 وهنا 80,000، او احسب اجمالي التكلفه واشيل منها التكلفه بتاعت الاندنج انفنتوري. طيب هتختلف التوزيع بتاع التكلفه لو انا ماشي بطريقه السيلز فاليو، هتسبليت اوف ليه؟ سيلز فاليو بتقول ايه؟ سيلز فاليو من سيلز ريفينيو، فرقنا ما بين السيلز ريفينيو والسيلز فاليو. سيلز ريفينيو هي اليونت سولد في السيلنج برايس، السيلز ريفينيو سوري السيلز ريفينيو هي اليونت سولد في السيلنج برايس، انما السيلز فاليو هي اول اليونت بروديوسد في السيلنج برايس. ودي طريقه بس بتستخدم للالوكيشن للجوين كوست. طب اوزع التكلفه ازاي؟ في الحاله دي انا عندي تو برودكت اللي هو الكام والليكويد سكيم، وده التوتال. السيلز اللي هي اول يونت بروديوس مالتبلاي السيلينج برايس. طب هنا انتجنا قد ايه من سي اللي هو الكرام، وانتجنا قد ايه من ال؟ هنا انتجنا 25,000 وهنا انتجنا 75,000. طيب فين السيلز؟ السيلينج برايس، السيلينج برايس للبرودكت الاولاني كان $8 وللتاني $4، يبقى عندي هنا سيلز فاليو 200,000 وعندي هنا سيلز فاليو 300,000. يبقى توتال 500,000. يلا نجيب الويت، هنقسم ال 200 على 500، 300 على 500، طلع 40% و60% او 0.4 و0.6. نوزع الجوينت كوست اللي هي 400,000 ملتبلاي 0.4 ملتبلاي 0.6 يطلع 160,000 و240,000. وزعت الجوينت كوست، نقسم على اليونت بروديوس عشان اجيب الكوست بير يونت زي المسألة اللي فاتت. هتطلع هنا الكوست بير يونت 6.4 وهنا الكوست بير يونت 3.2. تمام. طبعا ده المثال اللي موجود في الكتاب يعني. تمام. بس ايه، انا عندي ممكن الصفحة دي تكون اكتر. طيب والانكم ستيتمنت نفس القصه بالظبط. تالت طريقه اللي هي نت ريلايزبل فاليو. نت ريلايزبل فاليو بيقول ايه؟ لو البرودكت كان نوت سيلبل ات سبليت اوف بوينت ممكن نعمل له فارذر ايه؟ بروسيسنج. ف عندي هنا اسيوم ذا سيم داتا ان اكزامبل 1 اكسبت ذات الاكزامبل ده اللي موجود في الكتاب يا شباب. ان الكرام والليكويد سكيم كان بي بروسيس فارذر. الكرام اللي هم 25,000 ار بروسيس تو ييلد 20,000 جالون من الباتر كرام بتكلفه اضافيه كام؟ 280,000. بس هقدر ابيع الباتر كرام ب 25 بير جالون از يوز تو مانيفاكتشر ذا باتر بيز برودكت. والليكويد سكيم اللي هو كوندنسد ميلك انتجنا منه 75 اوف ذا ليكويد سكيم ار فردر بروسيسد تو ييلد 50,000 جالون اوف كوندنسد ميلك. ما تقوليش بقى ال 25,000 دول راحوا فين؟ يعني انا دخلت انبوت 75 طلع 50 عادي، ايفابوريشن نورمال لا، دي حاجات طبيعيه يعني. تمام، عمليه انتاج. المهم ان انا عملت الاديشنال بروسيسنج ده ب 520 كوندنس ميلك وهبيع ب 22. سيلز ديورنج ماي وير 12,000 اوف باتر كرام و 45 of condensed milk، يعني not all units produced or sold on the ending inventory. هنا انتجنا من ال 20,000 جداد بعنا 12، وهنا ال 50,000 جداد بعنا 45. قال لي allocate the joint cost using the net realizable value. طيب تعالوا نرسم الرسمه كده عشان تبقى واضحه. ال 400,000 انتجنا 2 برودكت، وال 2 برودكت هنعمل لهم فرذر بروسيسنج. هنعدل بس دي بدل
28,000 دي 280,000، 280,000، تمام؟ مش 28. طيب هسأل بس السؤال الأول قبل أي حاجة، أعمل further processing ولا لأ؟ يعني أصرف 280,000 عشان يطلع 1,000 فأبيعهم ب25، ولا خليني بنت 25 أبيعهم ب8؟ ده decision making على فكرة. اسمه ايه decision؟ اسمه further processing or selling at a split off. قبل يعني قبل ما اوزع الجوينت كورس، لو انا جيت سالتك سؤال البرودكت الاولاني نعمله فوردر بروسيسنج ولا لا، هتقول لي ببساطه ان هو بيجيب لي سيلز، انا هنتج 20,000 في 25 يبقى هيجي لي 500,000، صح كده؟ طب وانا كان بيجي لي كام؟ ده في افتر ايه؟ افتر بروسيسنج. طب السيلز بيفور بروسيسنج بنتج 25,000 ببيعهم ب8. سيلز انا باخد الانتاج كله، انا مش بحسب انكم ستيتمنت، انا عايز اعمل ديسيجن، تمام؟ طيب بكام يا شباب دول؟ 200,000، صح كده؟ هيجي لي اديشنال ريفينيو 300,000. طب عشان يجي لي ال 300,000 هدفع اديشنال كوست اللي هي الفردر بروسيسنج كوست 280,000، يبقى انا هيجي لي اديشنال بروفيت 20,000. يبقى الديسيجن هنا ايه؟ طبعا اعمل فردر ايه؟ فردر بروسيسنج. نفس الكلام لو عايز احسب التاني، بس مش دي انا دي حته كده في الاخر، انما هنا هو بيقول لي وزع التكلفه اكوردنج تو ايه؟ النت ريلايزبل فاليو، والطريقه الاخيره اللي احنا ما كناش خدناها اللي هي كونستنت جروس مارجن. فحضرتك النت ريلايزبل فاليو بتقول ايه؟ بتقول السيلز فاليو ماينس الفردر بروسيسنج كوست هيديني النت ريلايزبل فاليو، بس كده. طب السيلز فاليو للبرودكت الجديد ده اللي هو الباتر كراب، هنا الفاينل سيلز فاليو وهنا كوندنس ميلك، هننتج من ده قد ايه؟ 20,000. سيلينج برايس بتاعهم كام؟ 25. هننتج من ده قد ايه؟ وهنا السيلز برضه مش 120، دي 12، في زيرو زياده. 50,000. هنبيعه بكام؟ ب 22. يبقى ده كام يا شباب؟ 1,100,000، وهنا كام؟ 500، ماينس الفردر بروسيسنج كوست اللي هي كام؟ 280، والفردر بروسيسنج كوست هنا 520. هديني النت ريلايزبل فاليو للبرودكت A و B أو باتر كرام والكوندنسد ميلك، أهو طلع 220,000. و 580,000 هي دي البيز اللي انا هوزع على اساسها. التوتال بتاعهم 800,000. يلا نجيب الويت، هنقسم ده على التوتال وده على التوتال، يطلع 0.0 يعني 27.5% و 72.5%. يلا نعمل الوكيت للجوينت كوست اللي هي 400,000، هيطلع 110,000 و 290,000. واحنا ملاحظين ان كل ما اختلفت الطريقة كل ما توزيع الجوينت كوست نفسه اختلف. طب لو انا عايز اجيب تكلفة الوحدة هقسم على الانتاج اللي هو 25 اللي هو سوري 20,000، الانتاج الجديد اللي هو 20,000 يونت، واللي هو يا شباب كام؟ 50,000 عشان اجيب الكوست بير يونت. يعني جبت الكوست بير يونت طلعت 19.5 و 16.2. نقدر نعمل انكم ستيتمنت. انكم ستيتمنت هي سيلز ريفينيو ملتبلاي سيلز ريفينيو اللي هم 12 25 او 45 ملتبلاي السيلينج برايس، بعد كده ماينس الكوست اوف جود سولد. جبنا الكوست اوف جود سولد، كتبت الاجمالي تكلفه البرودكشن، وخلي بالكم
ان التكلفه هي عباره عن حاجتين، يعني هنا في ال 19 دي هي مش ال 110 بس، لا ده ال 110 زائد البروسيسنج كوست اللي هي الفرذر او الاديشنال كوست، وهنا ال 500 زائد ال 520. طيب انا اسف، ال 290 زائد ال 520، يبقى انا بجيب اجمالي تكلفه سواء جوينت كوست الوكيتد سواء فرذر بروسيسنج كوست، تمام كده؟ طيب وبعدين يا شباب في طريقة رابعة اسمها constant gross margin percentage method. بتقول ايه الطريقة الرابعة؟ بتقول انا هعمل allocation بطريقة اسمها gross profit. انت عارف ان ال sales minus the cost of goods sold هيديني gross profit او gross margin يعني. طب لو انت عندك السيل وعندك الجروس مارجن، سهل ان انا اجيب الكوست اوف جود سولد. طب عندي الكوست اوف جود سولد هنقسمها لحاجتين، هنقسمها جوينت كوست وفردر بروسيسنج كوست. فلو انا مدي لك الجروس مارجن والسيل، سهل ان انت تجيب الكوست اوف جود سولد، ولو انت عندك الفردر بروسيسنج كوست يبقى سهل ان انت تجيب الايه الجوينت. يعني مثلا لو السيلز ب 10 جنيه والجروس مارجن 4 جنيه، وكوست اوف جود سولد كده هتبقى كام؟ ده ناقص ده هتبقى 6، وانا قايل لك ان الفردر بروسيسنج كوست جنيه، يبقى الجوينت كوست هنا كام؟ 5. تمام، هي دي الفكره بتاعت الايه الكونستنت جروس مارجن. فحضرتك هتعمل ايه؟ طب نمبر 1 هجيب لي الفاينل سيلز فاليو للتو برودكت اللي هم ايه، الباتر كريم والكوندنس ميلك. هنا هننتج قد ايه؟ 20,000 ملتبلاي 25، وهنا هننتج قد ايه؟ 50,000 ملتبلاي 22. فاين، يطلع 1,600,000 ماينس الجوينت كوست اند الفرذر بروسيسنج كوست. جوين كوست 400 جيفن بس كتوتال مش متوزعة، والفرذر بروسيسنج كوست اللي هي ال 280 وال 520 للبرودكت الاولاني والتاني، هيطلع اجمالي 1,200,000. لو السيلز ماينس التوتال كوست هيطلع 400,000. ال 400,000 ده هو الجروس ايه؟ هو الجروس بروفيت او الجروس مارجن. طب لو انا عايز اجيب الجروس مارجن ده برسنتج، هقسم ال 400,000 على 1,600,000 يطلع 25%، ده الجروس مارجن برسنتج. طيب بعد ما جبت الجروس مارجن برسنتج يبقى دي ستيب نمبر ايه؟ نمبر 1. نعمل ايه؟ حضرتك هنجيب البرودكشن كود، هتيجي تقوم كاتب كده الفاينل سيل فاليو للباتر كرام والكوندنس ميلك وده السود اللي هما ال 20,000 في 25 وال 50,000 22، ده اللي هي فاينل سيلز فاليو اللي هي 500,000 ومليون ومية. طيب وبعدين هنعمل ماينس للجروس مارجن. ايه ده ماينس الجروس مارجن؟ ايوه، مش احنا قلنا السيلز ماينس الكوست اوف جود سولد يديني جروس مارجن؟ طب انا عندي السيلز وعندي جروس مارجن، يبقى سهل ان انا اجيب الكوست ايه؟ البرودكشن كوست. ازاي؟ مش انت عارف ان احنا نسبه المكسب بتاعتنا 25% من المبيعات؟ خلاص اضرب ال 25% في السيلز فاليو اللي هي 500,000 والمليون و100، هيديني الجروس بروفيت بتاعت ايه؟ التو برودكت اللي هي هنا 125,000 و275,000، هيطلع يا شباب 375,000 825,000. ده ايه ده بقى؟ ده الجروس، ده انا اسف البرودكشن كوست. يبقى دي ستيب نمبر 8 2، احنا نجيب البرودكشن كوست.
طب ستيب نمبر 3 بقى، نشيل من البرودكشن كوست دي الفردر بروسيسنج كوست اللي هي الاديشنال كوست. ليه؟ لان دي تكلفه ايه وايه؟ دي تكلفه حاجتين، جوينت كوست بلس فردر بروسيسنج كوست. فلو انا شلت من البرودكشن كوست الفردر بروسيسنج كوست اللي هيطلع هو الجوينت ايه؟ جوينت كوست. يبقى الطريقه دي لفه شويه، عشان ببتدي بايه؟ ببتدي بالكونستنت جروس مارجن اللي احنا جبناه. خليني بس اشيل ده، يلا 280,000 520,000، هلاقي ان الجوينت كوست هنا 95,000 وهنا 305,000. عايز اجيب الكوست بير يونت بقى، نقسم البرودكشن كوست على عدد الانتاج، جبنا الكوست بير يونت عشان لو عايز اعمل انكم ايه؟ استيت. طيب السؤال هنا، احنا مشينا ستيب نمبر 1، عملنا ايه؟ نمبر 1 جبنا الجروس مارجن برسنتج، عملنا الفاينل برودكشن سيلز فاليو اوف ذا برودكشن ماينس التوتال كوست سواء جوينت او سيبربل، بس كتوتال للتو برودكتس مع بعض. بعدين جبنا الجروس مارجن وجبنا نسبه الجروس مارجن اللي هي قسمنا 400,000 على 1,600,000. بعد ما جبنا النسبة عندي sales value وعندي gross margin، نعمل ده ماينس ده يديني البرودكشن كوست، نشيل من البرودكشن كوست اللي هي التوتال كوست لأن هي عبارة عن حاجتين، joint cost أيوه و additional processing cost. لو شلنا من البرودكشن كوست ال additional cost هيطلع لي joint cost allocated، وال income statement بتتعمل بنفس الطريقة مفيهاش أي مشكلة. تمام؟ طيب هنا بيقول لي explaining the sales value at split up، ونختار أي طريقة يعني عيوب ومميزات كل ايه كل طريقة، يا ريت تسألوا علشان برضو ايه مهم. ودي بتاعت الديسيجن ميكنج اللي احنا شرحناها في الأول، اللي قلنا ننتج ولا ما ننتجش. تمام يا شباب؟ بالتوفيق إن شاء الله وربنا معاكم.